ذليل حزين مصرف الطرف نادم أعظم نجاة بذنبي قد تعظم قدره وأنت بما أشكوه يا رب عالم آخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة اللي لما البني آدم ده يطلع يوم الموت يذبح بين الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا كان أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة يؤتى بالموت ككبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. وأنت الطروف بالعباد مهيمن حليم قبل ما الموت يذبح ككبش آخر واحد يطلع من النار النجاة يقول يا رب أخرجني منها النجاة قد قشبني ريحها النار وأحرقني ذكاؤها النار اتشوى يعني فقول يا رب طلعني منها النار فيقول الله عز وجل له عبدي ألا إن أخرجتك تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك قال إي وعزتك بس خرجني منها فلما خرج منها لو الشمس فوق دماغه هيتكتك بالبرد عذاب النار ده جهنم أول ما طلع منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين النجاة أنت رحمتي أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وبعدين رفعت له شجرة وتحتها مية وسمع صوت المية وانت عارف حلم أهل جهنم نقطة مية أن أفيضوا علينا من الماء لأن المية بتاعتهم الأكل بتاعهم غسلين ما تقوليش جبنة حادقة ولا الكلام ها غسلين يعني بيشرب بياكل الغسلين وحيموت من العطش شوية مية شوية مية قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم هذه المية اللي بيشربوها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه ده طالع بقى من جهنم ولقى شجرة بتعرف الشجرة طبيعتها بيكون تحتها ظل وبتاع وريح كده وبردة وبعدين مية كمان قال ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها قال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقول له لئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك قل إي وعزتك أعاهدك قام جايبه تحت الشجرة أعظم نجاة فرفعت له شجرة هي أحسن من هذه فقال ربي أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها قال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه الجنة قال لئن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك يقول إي وعزتك فيجيبه تحت الشجرة الإيه التانية دي أول ما قعد تحت الشجرة التانية قامت أبواب الجنة متفتح شاف بقى إيه إخوانا على سرر متقابلين فشافهم بيضحكوا كده وهو قاعد لوحده عايز ينطق بس خلف مرتين وكل مرة يقول له إيه وعزتك عمري ما هقولها دوا حط بأي طلب فغلبه ما يجد فقال ربي أدخلني الجنة فقال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه قال أدخل الجنة ولك مثل الدنيا الرجل ما صدقش ودان مثل الدنيا فمش مصدق ودان تعرف قال لربنا ايه قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت
فقالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة لما قال له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فضحك الله عز وجل وقال: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. سأظل أقرع باب ربي عله يعفو عن الزلات والعثرات، إني لملتزم بأعتاب الرجاء والخوف يسبقني.